فيديو سريع، كيف بنقدر نعمل هايد للشانل اللي ما لقلنا، اللي يعني غير موادنا، نعملهم هايد عبر السوفت وير على التليفون. بنفوت على المايكروسوفت تيمز، بنفوت على التيمز اللي قلنا مثل العادة، بنشوف كل الصفوف اللي عندنا اياها. اول شغلة بنعملها بنضغط على المور اوبشن على جنب الصف، بيطلع عندي شيء اسمه مانج شانلز. بنفوت على المانج شانلز، بيطلع عندك كل الشانلز اللي عندنا اياه هون. في شيء بعمل له على تيك، بعمل له عن تيك الصف اللي ما بدي اياها. الصف عندي مادة الكمبيوتر حخليها، بدي اياها بس. بقيت الصفوف كلهم ما بدي اياهم، عم بعمل لهم ان تيك. هيك بطل ولا مادة تانية محطوطة عندي باستثناء المادة اللي انا بعطيها خليها مبينة. فالطريقة هلا بفوت على صف ال 7 اي، ما بلاقي الا مادتي الوحيدة الكمبيوتر، والباقيين كلهم صاروا بالهيدن شانل. عملت لها هايد بالغلط، بنزل على هول الهيدن شانلز، بتبين عندي موجودة هون، برجع بعملها بفعلها أو ما بفعلها. بهالطريقة كتير سهلة، أبدا مش صعبة. أرجع عيد على السريع. أول شغلة بدي فوت أعمل هايد لكل الشانل الموجودة عندي، على كل الشانلز اللي هي مش لإله، منا لمادتي، بدي أعمل لهم هايد، ما بدي يعني يبينوا عندي. إذا كنا عم نشتغل على برنامج على المايكروسوفت تيم عبر التليفون، أول نقطة بعملها فوت دغري على الصف اللي الموجود معي، الصف بفوت على الثري اوبشن الموجودين هون، المور اوبشن الثلاث نقاط، بنزل شيء اسمه مانج شانل. بعد المانج شانلز هون بطفي كل شيء مواد ما بدي اياها، اللي بدي اياه هون يبينوا، بعمل لهم تك بهالطريقة بيبينوا عنده. ما بدي اياهم بطفيهم كلياتهم، خلي بس مادتي مضوية اللي هي الكمبيوتر، بتصير موجودة عندي بس مادة الكمبيوتر لهذا الصف، والباقيين كلهم hidden channels. هجرب انا وياكم هيدا الصف اللي هو كمان في بس مادة العربي مبينة، هي مش لإلي بدي اغطيها، ومادتي انا مش مبينة. اول شغله بيعملها قلنا فينا نفوت من هون مثل ما عملنا، او في يفوت دغري على الهيدن شانلز من هون، بنزل بطفي العربي ما بدي اياها، بضوي الكمبيوتر، هلاقي صار في عندي كمان هذا الصف بس مادة الكمبيوتر مبينة. بهالطريقة بنكون بهذا الفيديو بنكون تعلمنا كيف بنعمل هيدن للشانل اللي ما بدنا اياه هون، او اللي هن مش المواد اللي قلنا، بطلوا بينه عندي بقلب المايكروسوفت تيم.